قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإلا تركه، وإلا تركه، أي أنه لا يشتغل بذمه. وأيضا هذا في 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 فيما يتعلق ببيت الإنسان، عندما يكون الأب بهذه الصفة في بيته. كثير من المشاكل التي تقع في البيوت تقع بسبب الرعونة في البيت، تقع بسبب الرعونة في البيت في عند قضية الطعام. وكم من امرأة طلقت من بيتها عند طعام زاد الملح قليلا، يعني غفلت المرأة لضعفها، نسيت بدلا تضع الملح مرة واحدة نسيت أنها وضعته فوضعته مرة ثانية فطلقت، والسبب طلاقها النسيان. يعني جاءت ووضعت الملح في الطعام ثم اشتغلت بأمور أخرى وذهلت، هل هي وضعت الملح أو لم تضع الملح؟ وناسية، يعلم رب العالمين منها أنها ناسية، وجاءت ووضعت الملح مرة ثانية، وجاء الزوج متعب منهك ومشتهي للطعام، وجد الطعام مالح، أكل ووضع أول لقمة مالح الطعام، بدأ الصياح في البيت، الطعام مالح، أنت كذا، أنت كذا، ثم تشتد الأمور ثم يلقي عليها كلمات الطلاق. أين الخلق الإسلامي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام في بيته أرفق الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلماذا هذه الفظاظة في البيوت؟ ولماذا هذه القسوة مع المرأة الضعيفة في البيت عند أدنى خطأ؟ أذكر مرة كنت عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واتصل به رجل بعد صلاة الفجر وقد طلق زوجته عند الطعام، الملح زائد أو شغلة من هذا القبيل، فطلق زوجته عند هذا الأمر. فأذكر كانت عبارات الشيخ جميلة رحمة الله عليه له وهو ينصحه، قال له: اتق الله، اتق الله يا رجل. قال له: الدنيا، هذه كلمته، قال: الدنيا ما فيها حور عين، يعني مرأة كاملة ما يقع منها خطأ، هذا ما هو موجود. الدنيا ما فيها حور عين، ثلاث مرات يعيدها: الدنيا ما فيها حور عين، يعني لابد أن يكون. ولهذا جاء التوجيه في السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر. فلماذا هذه المشاكل والخصومات عند أشياء يمكن أن تعالج، يمكن أن تعالج، ولكن بالرفق وبالكلمة الطيبة، والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. والمرأة طيبة ولينة، فإذا سمعت كلمات طيبة ومعاملة كريمة اعتدلت الأمور في البيت وصلحت وزانت. أما الشدة لا تولد إلا الشدة، ولا تولد إلا التنافر. فهنا الآن قضية الطعام، قضية الطعام عندما يكون طعام الإنسان في 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 في, في أول الأمر لا يعجبه. وأيضا هنا قضية الزواج الجديد، المرأة الجديدة لا تعرف نوع الطعام الذي يريده، وبعضهم يريدها من أول مرة تفهم كل رغباته، ويريد أن تفهم كل رغباته بسرعة، ومن اليوم الأول مقدار ثخن الشاي ومقدار السكر الذي فيه ومقدار. بعض الناس عندهم رعونة جدا، من أول ما تدخل عليه المرأة يريدها من بداية الأمر مستوعبة تماما كل ما يريد، مستوعبة تماما كل ما يريد. وهنا أيضا قضية التي انتشرت في زماننا، أن الزوج يشتغل بزوجته في بيت مستقل. يعني كانوا قديما إذا تزوج جاءت زوجته مع أهله، وتكون مع أمه، وتجلس معه في المطبخ، وتسألها إيش يريد وإيش يفضل وإيش كذا. لكن الآن يتزوج ويكون هو إياها في شقة، ويريدها من أول الأمر تستوعب كل ما يريد وكل ما بسرعة، وقدرتها أصلا ما تستطيع، يعني قدرتها الاستيعابية قد لا تستطيع أن تستوعب كل طلباته.
ولهذا تنسى حالات في كثير من الشباب الطلاق السريع من الأسبوع الأول من الأسبوع الثاني 10 أيام كلها رعونة عند مسألة الطعام والشراب وقضية ترتيب البيت، ما يأخذون الأمور بالرفق وبالهدوء الذي جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا نتعلم الخلق ونتعلم الأدب من إمام الخلق وإمام الأدب صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هنا قد يقول قائل في قضية الآن البيت التي تحدثنا عنها، قد يقول قائل: إذا ماذا، أترك الأمور فوضى وأترك أعيش في بيتي وما أريده لا يصلح في بيتي؟ من قال لك؟ وإنما عالج الأمور بالرفق، يعني قدمت لك طعاما والملح زائد، ما الذي يمنعك أن تقول لها: جزاك الله خيرا، يعني بذلت جهد وهذا شيء طيب، ولكن الملح الكثير أنا ما يعجبني، والله لن تضع لك ملحا كثيرا بعد اليوم، بكلمة طيبة: ما شاء الله، يعني سفرة مرتبة وطعام جيد، ولكن الملح الزائد، وأنا الملح الزائد ما يعجبني، أنا أفضل أن يكون الملح أقل من هذا بكثير، فلو تكرمت المرة الثانية خفف منه، والله لن تزيد لك الملح وتصلح الأمور. وهكذا الخطأ الثاني والثالث، تصبر، يصبر الإنسان عليها ثم تصلح الأمور، وتصبح الأمور كلها فيما بعد على أحسن ما يكون. حقيقة والله يتألم الغيور والناصح عن حالات كثيرة في الشباب يسارعون إلى الطلاق، كلها عن قضايا من هذا القبيل، قضايا يسيرة جدا، يدخل الحياة الزوجية وما يعرف كيف يتعامل ولا كيف يعالج الأمور ولا كيف يترفق بهذه التي عنده. هذه المسكينة عوان عندكم، أسيرات، يقول عليه الصلاة والسلام، خرجت من بيت أهلها، تربت حياتها مع والدها ومع أمها، ثم يوم من الأيام تنتقل إلى شخص قريب، ثم يلقاها بقلب فض وبقسوة وأنت وخصومة وشدة، ثم يفارقها. فهذه يعني ظاهرة مؤسفة توجد في الشباب وفي أبناء المسلمين، كلها بسبب الرعونة وعدم المعرفة بالسنة. وإلا لو أن هؤلاء الشباب تعلموا السنة وتحلوا بها وتأدبوا بآداب النبي عليه الصلاة والسلام وأحسنوا المعاملة، لكانت أمورهم على أحسن حال وأكمل حال وأطيب حال.